أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري. أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول سعيد شنقريحة على تدشين وحدة تحييد الذخيرة بالناحية العسكرية الأولى بالجلفة، وقال شنقريحة في كلمته: أعبر عن سعادتي الكبيرة بالإشراف على تدشين وحدة جديدة تضاف لسلسلة المؤسسات الإنتاجية لمؤسسات الجيش، وهي وحدة تحييد الذخيرة، مؤكدا أن الوحدة الجديدة ستشكل لبنة أخرى من لبنات النسيج الصناعي لمؤسسات الجيش الذي وصفه بالطموح والواعد. وأكد الفريق الأول أن الخطوة جاءت تماشيا مع النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز. قال سفير الجزائر لدى بكين حسن رابحي إن الجزائر تحترم الوحدة الترابية للصين، وأن الحكومة الصينية الممثل الشرعي الوحيد للصين ككل، مضيفا أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها، وهذا منصوص عليه صراحة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 لعام 1971، مشيرا أن منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 أقامت 181 دولة من بينها الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة، والذي يتمثل في إجماع عالمي للمجتمع الدولي وقاعدة أساسية تحكم العلاقات الدولية. اقتصاديا، كشف الرئيس السابق لجمعية وكلاء كراء السيارات متعددة العلامات يوسف نباش عن حاجيات ملحة للسوق الوطنية من السيارات قدرها ما بين 700 ألف ومليون سيارة. وقال نباش إن إعادة التوازن للسوق الوطنية يتطلب ضخ كميات كبيرة من السيارات لتجديد الحاضرة وتمكين الراغبين في شراء السيارات من عروض مقبولة، مضيفا التزايد المستمر في عدد السكان يؤدي إلى تزايد الحاجيات وبالتالي ارتفاع الطلب على عديد الأمور خاصة السيارات، مشيرا أن عودة استقرار أسعار السيارات يتحقق بعد عامين من بدء عمليات الاستيراد، موضحا أن حاجيات السوق كبيرة، لهذا إعادة الاستقرار يتطلب وقتا معتبرا. دوليا، اختتمت أمس بالعاصمة المالية باماكو أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بالمصادقة على إعلان جمع الأطراف الموقعة على الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر. وترأس رئيس الوزراء المالي ورئيس الحكومة تشوغويل ماياغا حفل الاختتام الذي شهد حضور أعضاء من الحكومة ومسؤولي الحركات والوساطة الدولية ووسائل الإعلام. وجدد تشوغويل إرادة رئيس المرحلة الانتقالية وكذا الحكومة في عدم إدخار أي جهد لتنفيذ جانبها من الالتزامات في إطار اتفاق السلم، كما تقدم بشكره للوساطة الدولية تحت القيادة الحازمة للجزائر التي حيا ريادتها والتزامها. دوليا، دائما أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان بشدة عدوان الاحتلال الصهيوني الجديد على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الإنساني الدولي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي. وحمل المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يقود كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم، داعيا المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في وقف هذا العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ثقافيا، نظمت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي سهرة أمس بأوبرا بوعلام بالسايح بالجزائر العاصمة حفلا فنيا تكريميا لروح الفنانة الراحلة زوليخة، أيقونة الأغنية الشاوية والبدوية الأصيلة التي استلهمت أغانيها من زخم التراث الفني الشاوي والبدوي الغني بجمالياته الإيقاعية والمشحون بنصوصه الشعرية،
وتم خلال هذا الحفل التكريمي استحضار روائع الفنانة الراحلة زوليخة عرفانا لإسهامها طيلة مسيرتها الفنية الثرية في الحفاظ على التراث الغنائي الجزائري الأصيل. ختام الموجز في أمان الله.